أيامها ما كان عندنا إلا جهتين موجودة مسؤولة عن النشاط الفني، جمعية تقاوي الفنون واللي هو التلفزيون السعودي. فرحت للجمعية والتقيت هناك برئيس المسرح السيد إبراهيم حمدان الله يذكره بالخير، والتقيت بعدها بناصر وعبد الله، وكان بالنسبة لي الحقيقة يعني هذا يعتبر بداية الخط الإنجاز، لأنه أنت كمخرج بحاجة إلى أدوات مهمة تساعدك على النجاح، لأنه لحالك ما تقدر تنجح. وأيضاً عدم وجود موهوبين ما حتحقق لك نتيجة، يعني حيكون مجرد أنه عمل عادي. فقلت خلاص أنا الآن تقريباً لقيت عنصرين مهمة أقدر أكون معهم فريق عمل وأقدر نشتغل. أيضاً الفرصة الجميلة كانت أنه أنا كلفت بأني أخرج أول عمل مسرحي اسمه مع الخيل يا عربان في الطايف، وأمثل فيه المملكة في دولة الكويت. أنا أيامها طبعاً كنت خريج جديد، عمري 18 سنة كانت، وهذه بالنسبة لي أني أنا أمثل المملكة في عمل مسرحي هذا كان شيء كبير. ومن محاسن الصدف أنه كاتب النص راشد الشمراني كان في الطايف وكاتب هو النص، فالتقيت فيه وأيضاً صار هو عنصر ثالث. بعدها توظفت في شركة إنتاج للمخرج الأستاذ عبدالله المحيسن، هو يعتبر من المخرجين الأوائل في مجال السينما. فأعتقد لأنه هو كان مخرج وصاحب شركة إنتاج في هذا المجال، يمكن كسرت خاطرة يعني، شافني أنا توني يعني جديد ومخرج، ف يعني وظفني عنده في الشركة وعطاني إدارة الدراما. نفذنا سهرة تلفزيونية أنا وناصر وعبد الله وراشد اسمها حمود محيميد. ذيك الأيام عملت صدى كبير جدا، يعني أن تنحط السهرة التلفزيونية السعودية من خلال محلات الفيديو اللي هي كانت النافذة الوحيدة للأعمال السعودية، وجنبها عادل إمام وجنبها يعني نجوم كبار، وكانوا يشترون يعني يشترون السهرة حقتنا بمئة ريال أيامها كانت، فهذا كان بالنسبة لنا شيء مرة كبير. الإصرار والتحدي بعض الأحيان يصنع عندنا العزيمة. يعني أنا أتذكر بعد هذه السهرة ولادة بنتي غادة، فلما بعد ما جت غادة الحمد لله دخلت على أمها قلت لها أنا قدمت استقالتي من الشركة. فكان قرار الحقيقة مرة صعب، أنك أنت الآن صار عندك مسؤولية أكبر وزاد عدد الأسرة طفلة تحتاج إلى رعاية، وأنت تترك عمل مستقر. أعتقد أنه هذا القرار يمكن كان بلحظتها أنه كان نوع من الجنون، يعني أنك أنت تتخذ قرار بهذا الشكل، ولكن مع مرور الزمن اكتشفت أنه لا، بالنسبة لي هذا أهم قرار أنا اتخذته في حياتي. ليش؟ لأن صار عندي تحدي أنه كيف أقدر أعيش أسرتي، فلازم أشتغل ولازم يكون عندي عطاء، فخلاني فعلاً أفتح المؤسسة اللي أنا باسمي، وكانت هي مجرد أنه سجل تجاري وكيان نجتمع فيه. وجت من خلال هذه المؤسسة هي فكرة مسلسل طاش ما طاش.